ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقول جابر رضي الله عنه: وكان لا يضحك إلا تبسما. فأراد المصنف أن ضحكه صلى الله عليه وسلم لم يكن قهقها، وإنما كان تبسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، الحديث ضعيف. ثم ذكر الإمام الترمذي حديثا عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. عبد الله بن الحارث بن جزء آخر من مات من الصحابة بمصر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي أيضا في الجامع في السنن، وقال: هذا حديث حسن غريب. في إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، وإسناده حسن إذا توبع، لأنه اختلط بعد احتراق كتبه، ولكن رواية أبي الشيخ من طريق عبد الله بن يزيد المقري، وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. عبد الله بن لهيعة هنالك من الرواة عنه العبادلة، ومنهم عبد الله بن يزيد المقري، فهؤلاء رووا عنه قبل احتراق بيته وكتبه، وقبل أن يصيبه الاختلاط. فإذا ثبت الحديث عن واحد من هؤلاء الذين ثبت أنهم رووا عن ابن لهيعة قبل اختلاطه فالحديث مستقيم، وإذا كان بعد الاختلاط فليس كذلك. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر عبد الله ابن الحارث كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير التبسم. يقول: ما رأيت أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وقال: وقد خالفه في لفظه بعض الثقات فرواه بلفظ ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال: وهذا هو الصواب، ولا يخفى الفرق بين اللفظين. هذا أخرجه الترمذي أيضا وقال: حديث صحيح، إسناده صحيح. الحديث الذي معنا في رواية الترمذي في الشمائل: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ضعفه الشيخ ناصر، والذي صححه هو: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وبينهما فرق بين لا يحتاج مزيد كلام. الثقة الذي أشار إليه الألباني رحمه الله هو الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه، وأما الحديث فهو الذي يأتي بعد هذا. ولعل الترمذي رحمه الله أراد من إخراج الروايتين هنا التنبيه على الفرق بين اللفظين، فبينهما فرق كما ترى، فرق واضح. فهذا الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه الابتسام في أحواله، وهو غير صحيح. يعني الحديث الذي رواه عبد الله ابن الحارث يقول إنه غير صحيح، إنما الصحيح أنه كان قليل التبسم صلى الله عليه وسلم وكثير الفكر، مهموما بأحوال أمته صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الحديث ثابت صحيح. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. ما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من حديث الليث بن سعد. في الجامع الصحيح قال: هو صحيح غريب. الغرابة التي أشار إليها يقصد بها التفرد، يعني تفرد به
أحد رجال الإسناد إلى الليث ابن سعد، يعني أن يحيى بن إسحاق تفرد بالرواية عن الليث ابن سعد، ويحيى ابن إسحاق صدوق وتفرده لا يضر، بل إن روايته تترجح على رواية ابن لهيعة. الحديث يبين أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبسما وليس كضحك الناس، له صوت، فالتبسم هو انفراج الشفتين عن الثنايا بدون صوت، وأما القهقهة فهي الضحك بصوت عال مسموع، وقيل إن الضحك تظهر فيه الأضراس، ويسمع للضاحك صوت لا يسمعه إلا جاره القريب في المجلس، وأما القهقهة فيسمع لها صوت من بعيد. فهذا الحديث كما ترى فيه هذا الحصر، هل هذا الحصر حصر حقيقي أو حصر إضافي؟ يقول: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فالنفي والاستثناء كما هو معلوم يفيد الحصر، كما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا حصر. الحصر هنا: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، هل هو حصر حقيقي بمعنى أنه لم يضحك قط صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ضحكه التبسم دائما وأبدا؟ هذا الحصر حصر إضافي بالنسبة للغالب. لماذا؟ لما تقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك أحيانا حتى بدت نواجذه، إلا أن يحمل هذا الكلام، هذا الحصر، على المبالغة، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يضحك كما يضحك الناس، وإنما كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يعترض أحد على قول عبد الله بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فيقول: كيف وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: هذا الحصر حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، أو هو يساق على سبيل المبالغة.